مزيد من التفاصيل نتحول إلى رغدة منير. تفضلي رغدة. مرحبا شيماء وأحمد، شكرا لكما وأهلا بكم عبر سكايب من العاصمة الروسية موسكو. ينضم إلي الدكتور محمود الأفندي الكاتب والباحث في الشأن الروسي. دكتور محمود أهلا بك دائما ضيفا كريما على شاشة القاهرة الإخبارية. إذن طائرة مسيرة تحطمت بالقرب من العاصمة الروسية، وأيضا قالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة مناطق بنى تحتية عبر مسيرتين. أي نوع من التطورات هذه دكتور محمود، خاصة وأنها باتت تستهدف بنى تحتية في روسيا حتى ولم تكن هذه هي المرة الأولى؟ أول شيء سعد أوقاتك سيدتي الكريمة الأخوة المشاهدين. بالفعل هذه ليست المرة الأولى، ولكن هذا التوقيت بالذات يعني بعد اتهام الرئيس بوتين من حوالي 4 أيام في خطابه السنوي لمجلس الأمة أن الولايات المتحدة الأمريكية تطور ما يسمى الطائرات المسيرة الأوكرانية، فهي عبارة فقط عن غلاف خارجي أوكراني بينما الداخل محركات صاروخية أمريكية لتصل إلى هذه الأهداف. ففعليا وعلى أساسها الرئيس بوتين أوقف ما يسمى باتفاقية حد الأسلحة النووية SLV-3. ففعليا هذا أدى أنه هناك رد من الجانب الأمريكي، إطلاق 3 طائرات بالطيار حسب معلوماتي. في طائرة دمرت فوق توابسي محطة نفطية وأدت إلى حريق نوعا ما جانب المحطة النفطية في توابسي، يعني هي قريب تقريبا بين سوتشي وكراسنودار. والطائرة الأخيرة اللي نزلت حوالي جنب موسكو كانت تستهدف محطة غازية للغازبروم في مدينة كولومنا. هذا أمر خطير جدا وتصعيد خطير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأقول من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لأن هذه الطائرات أوكرانيا لا تملك هذه الطائرات، فهذه الطائرات مطورة كما قلت لك من محركات صاروخية استطاعت أن تصل لموسكو. هذا إنذار خطير أنه يمكن أن يصبح تصعيد في الأيام القريبة القادمة. يعني على سبيل المثال يمكن أن نرى غدا وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة تنهار العكيم. يعني هذا التصعيد سيؤدي إلى إجابة، هذا أمر مهم جدا وزارة الدفاع. يعني هذا التصعيد من جانب أوكرانيا ليس في مصلحة أوكرانيا وليس في مصلحة البنية التحتية الأوكرانية، هذا سيؤدي فعليا إلى تدمير أكبر غدا في البنية التحتية العسكرية. إذن فهو قرار أمريكي وهو رد على قرار الرئيس الروسي بالخروج من أو بالتوقف عن اتفاقية الأسلحة النووية، هذا أمر مهم جدا. ونذكر جيدا أن هذه الصواريخ نفسها تقريبا هي من أصابت القاعدات العسكرية الروسية من حوالي 4 أشهر، وكانت هذه القاعدات العسكرية الجوية تملك أسلحة نووية. ففعليا أنا أرى هناك تصعيد خطير في الأيام القريبة القادمة، وأعتقد أن هناك رد روسي غدا كبير جدا سيكون وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة غدا باعتقادي الشخصي. يعني هذا يؤدي فعليا إلا للتصعيد، يعني هذا هذه طيب دكتور محمود نعم. منذ وقت قصير كان هناك كلمة للرئيس فلاديمير بوتين تحدث فيها عن الأولويات الخاصة بالأمن القومي الروسي خلال العام المقبل فيما يخص الأمن السيبراني، الأمن القومي، مكافحة الفساد وغيرها من أولويات روسية في ملف أمنها. هل من قراءة لهذه الكلمة القصيرة؟ فعليا انا سمعت هذه الكلمه، هي موجهه الى الداخل الروسي، لان نعلم جيدا ان اوكرانيا بدات فعليا الان الولايات المتحده ورائها بزرع ما يسمى الطابور الخامس ودعم الطابور الخامس الموجود في روسيا بالتسعينات. يعني نكون واقعيين، بالتسعينات كانت روسيا هي تحت هيمنه الولايات المتحده الامريكيه بشكل كامل، وكانت تفعل ما تفعل ما تريد. يعني حتى اذكر اخوه المشاهدين في عام 93 لما تم قصف البيت الابيض الروسي، كان رئيس المخابرات الامريكيه في الساعه الحمراء ويقود هذه العمليه بقصف البيت الابيض الروسي، وهو مجلس كان بيت البرلمان الروسي الذي حجب الثقه عن الرئيس يلسن وقتها. فمن الواضح ان هناك ما يسمى دعم لهذه الجهات داخل روسيا، لذلك روسيا يجب ان تكافح الفساد وتشجع الامن القومي ولتحافظ على نفسها من الطابور الخامس. يمكن أن يكون هناك في عمليات تخريبية داخل موسكو، هذا أمر مهم جدا. يمكن أن يكون لزعزعة الاستقرار الروسي داخل، يعني استقرار داخل الشعب الروسي، زعزعة الاستقرار يمكن فعليا أن يقف ضد العملية العسكرية. لأنه ما يحصل الآن أن في الفترة الأخيرة كان من حوالي شهر تقريبا كان وسائل الاستطلاع تقول أن 70% تدعم العملية العسكرية في روسيا من الشعب الروسي 70%، الآن 83%. هذا الرقم لا يعجب الأمريكان ويفشل خططهم، لذلك روسيا الآن
في ما يسمى مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية في الداخل الروسي، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية لديها أدوات وبشكل كبير مفهوم. كما قلت لك ورثتها من التسعينات القرن الماضي. شكرا لك، كنت معنا عبر سكايب من موسكو الدكتور محمود الأفندي الكاتب والباحث في الشأن الروسي.